هنتكلم عن الفراكتشر اوف ذا باتيلا. ممكن يكون نتيجه لدايركت انجري، وده بيسبب undisplaced fracture of the patella، يعني الفراكتشر هيبقى in its place، مش هيحصل displacement. او ممكن يكون في comminuted fracture of the patella، الباتيلا نفسها هتتفتفت. ممكن كمان fracture of the patella يكون due to indirect injury، وده هيؤدي الى transverse fracture of the patella. وطالما حصل transverse fracture ممكن يحصل displacement، يبقى الدايركت انجري في الغالب الفراكتشر بيبقى ستيبل، تمام، undisplaced. الاندايركت انجري بتؤدي الى انستيبل او displacement of the fracture fragments. التريتمنت بتاعنا هو conservative treatment و operative treatment، يا conservative يا operative. الconservative treatment البيشنت ده هيتحط يا اما في بلاستر اوف باريس سيلندر لايك ذس، او هيتحط في اباوت ني بلاستر اوف باريس كاست، يعني بوستيريور سليب، وده هيكون فور اباوت 4 تو 6 ويكس. عشان البيشنت ده يتعمل له كونسرفاتيف تريتمنت لازم الاكستنسور ميكانيزم شود بي انتاكت، يعني ما حصلش ديستربشن للكوادرسيبس. الحل التاني بقى هو operative treatment، وده طبعا بيكون في الحالات اللي هي بتبقى فيها displacement. transverse fractures لو في tear في extension mechanism. surgical procedures اللي بنستخدمها بيبقى internal fixation، بيبقى internal fixation عن طريق الوايرنج او عن طريق السكرو، تمام، او excision of the patella. والexcision of the patella ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة بنسميها patellectomy، هنتكلم عليها بعد كده. طيب الphysical therapy اللي حالات الفراكشر of patella، بيهمنا طبعا جدا ان احنا نعمل ريدكشن للإفيوجن والبين والإنفلاميشن، الحاجات اللي هي بتبقى موجودة نتيجة للتروما نفسها، وما ان ده طبعا في articular surface وريليتد للجوينت، فطبيعي ان يكون في إفيوجن. برضو يهمنا قوي ان احنا نرجع الافكتيف كوادرسيبس ميكانيزم، يعني نرجع النورمال فانكشن اوف ذا كوادرسيبس ماسل، ونرجين الماكسيمم بوسيبل رينج اوف موشن اند of the flexion. نتكلم الأول عن ال undisplaced fracture، المرة الجاية نتكلم عن ال displaced fracture. ال undisplaced fractures اللي هما treated by plaster cast above knee plaster cast أو plaster of Paris cylinder، هيبقى ال fixation about 1 month. الكوادرسيبس static contractions very important، هنبتدي شوية شوية من يعني start early as possible و gradual. بعد كده نبتدي نعلم البيشنت ده assisted straight leg raising، يعني البيشنت ده مش قادر يعمل لوحده straight leg raising، لكن احنا هنعمل carrying للweight of the limb مع الweight of the cast، ونساعد البيشنت ان هو يعمل straight leg raising، ويبتدي يبقى يعمل repetition لل straight leg raising gradually واحدة واحدة، تمام. البيشنت ده نخليه يعمل early weight bearing و crutch walking من ال second day، ممكن وهو during casting ممكن ينزل. البيشنت ده بيتعمل له removal لل cast after 1 to 1.5 months، وده بيخلينا نقدر نعمل له knee flexion exercise. طبعا عشان نعمل له knee flexion exercise بتبتدي relaxed passive movements او CPM continuous passive movement عن طريق ال CPM machine like this. قبل ما نعمل knee flexion نحتاج نعمل heating للني جوينت، او نعمل
كولد ابليكيشن. جرادوالي بقى نبتدي بعد ما احنا خلاص عملنا ريموفال للكاست، نحاول واحدة واحدة نخلي البيشنت ده يعمل ويت بيرنج جرادوالي، ويبتدي يعمل ووكينج، ونعلمه الكوريكت ووكينج تكنيك. الديسبليس فريكشر بيتعمل له انترنال فيكسيشن عن طريق التنشن باند وايرنج، او عن طريق السكرو فيكسيشن لايك ذس. هو الاثنين موجودين عندنا هنا في الصوره، وعندنا ممكن اكسيشن الباتيلا اللي هي باتيلكتومي، وهنتكلم عليها في التسجيل التاني ان شاء الله.